أصابعهم البنفسجية التي صمدت بوجه الرياح السوداء المشؤومة. كما نستذكر بفخر التصدي البطولي الذي قامت به قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية وجميع مكونات وشرائح الشعب وقواه السياسية المخلصة التي أحبطت المخطط المشؤوم للمنظمات الإرهابية. وستتواصل عملية التصدي لهذه المخططات بكل قوة وحزم في مرحلة ما بعد الانسحاب لتطهير أرض العراق المقدسة من شرور الجماعات الإرهابية ومشاريعها ومخططاتها المشبوهة. لقد خاضت قواتنا الأمنية إلى جنب قوات التحالف كافة والقوات الأمريكية خاصة حرباً عالمية ضد الإرهاب. كان العراق فيها نقطة النجاح للاستراتيجية المشتركة، وبدون أدنى شك فإنه لم يكن مقدوراً على الإطلاق أن يتم التوقيع على الاتفاقية الأمنية عام 2008 لولا تمكننا من القضاء على مخطط الحرب الطائفية. لنشهد اليوم بعد 3 سنوات من عملية التوقيع انسحاب القوات من جميع الأراضي العراقية، وهو ما لم يحدث مع جميع دول العالم التي تعرضت إلى الاحتلال، كما أنه يمثل نموذجاً ناجحاً رائعاً للتعامل مع وجود قوات دولية على أرض دولة أخرى. أيها السيدات والسادة، إننا واثقون لأن جهودنا التي ستتواصل في مكافحة المنظمات الإرهابية ومنع التدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية ستعزز الاستقرار السياسي في العراق ويدفع عملية البناء والإعمار التي بدأناها أثناء حكومة الوحدة الوطنية إلى الأمام. ذلك إن خيارنا الاستراتيجي هو تعزيز التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في البلاد التي عانت على مدى 35 عاما من سياسات التهميش والإقصاء والتمييز إبان حقبة حزب البعث المظلمة. وأقول بكل صراحة وثقة بأنه لولا اعتمادنا استراتيجية خيار المفاوضات والتوقيع على الاتفاقية الأمنية في عام 2008 لما تم الانسحاب من المدن العراقية في 30 من شهر حزيران عام 2009، ولما كنا نحتفل اليوم بانسحاب القوات المتبقية من جميع الأراضي العراقية. وهذا ما يعزز القناعة الثابتة لدينا بأن العراق قد بدأ يتعافى تدريجيا وبسرعة، وأنه أصبح مؤهلاً لأن يمارس دوره الطبيعي إقليمياً ودولياً وبما يتناسب مع إرثه الحضاري وعمقه التاريخي والإنساني. وما تجدر الإشارة إليه أنه خلال عملية الانسحاب التي استمرت على مدى 3 سنوات ابتداءً من عام 2009 وحتى اليوم لم تحدث مشاكل حقيقية بين الفريقين العراقي والأمريكي المشرفين على عملية الانسحاب، حيث تمت وفق الجداول الزمنية المحددة وبانسيابية وهدوء على الرغم من العدد الكبير للقوات إلى جانب التجهيزات والمعدات العسكرية الهائلة التي شملتها عملية الانسحاب. لقد كانت عملية الانسحاب صعبة ومعقدة تتداخل فيها العوامل الفنية واللوجستية والعسكرية والأمنية، وهو ما عزز القناعة بقدرة البلدين الصديقين على التعاون والتنسيق وتجاوز العقبات لبناء علاقات ثنائية قائمة على أسس سليمة. إن الالتزام المسؤول للحكومة العراقية والولايات المتحدة الأمريكية بالاتفاقية الأمنية يعد بمثابة المحرك الأساس لوضع الاتفاقية حيز التنفيذ. فلولا هذا الالتزام المشترك لما كان ممكناً على الإطلاق أن يتم الانسحاب الكامل وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، وهو ما يؤكد حقيقتين: الأولى الثقة المتبادلة بين الحكومتين التي ساهمت في إنجاز أهم اتفاقية في تاريخ العلاقات الثنائية،
أما الثانية فتؤشر على أن مستقبل العلاقة بين البلدين سيكون مفتوحاً باتجاه حدوث نقلة نوعية في العلاقات الثنائية تكون اتفاقية الإطار الاستراتيجي هي المنظم والقاعدة الأساس لهذه العلاقات. وأنتهز هذه المناسبة لأجدد التعبير عن التقدير لإدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش على التوقيع على الاتفاقية الأمنية واتفاقية الإطار الاستراتيجي مع العراق، كما أسجل التقدير لإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما على التزامها بتنفيذ عملية الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من جميع الأراضي العراقية وفي الموعد المحدد، وهو ما يؤكد صدقية الالتزام بالتعاون بين البلدين من أجل بناء علاقات يسودها الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. الأخوات والإخوة الأعزاء، وعلى الرغم من انشغالنا بالمتابعة شبه اليومية لعمل الفريق المشترك الذي يشرف على إتمام عملية انسحاب القوات الأمريكية، فقد كنا نحث الخطى وفي ظل التحديات الكبيرة التي تواجهنا في الاستمرار في مشروع إعادة بناء وتأهيل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في مجالات التدريب والتسليح والإعداد على أسس وطنية بعيدة عن الفئوية والحزبية، لتكون قادرة على ملء الفراغ في مرحلة ما بعد الانسحاب مع وجود الحاجة إلى وجود مدربين لأغراض محددة تقتضيها الضرورة، وهو إجراء روتيني تعمل به جميع جيوش العالم عند استخدامها للأسلحة الحديثة. ونحن على ثقة كاملة بأن القوات الأمنية أصبحت جاهزة وعلى أتم الاستعداد للقيام بواجبها الوطني في توفير الأمن للمواطنين وحماية الوطن، خاصة وأنها أثبتت وبما لا يدع أي مجال للشك ومنذ تسلمها المهام الأمنية في المحافظات وبصورة تدريجية من القوات المتعددة الجنسيات، أثبتت قدرتها المتنامية في بسط الأمن في جميع أنحاء البلاد التي كانت قد تقطعت أوصالها أبغان الحرب الطائفية. لقد كانت أقوى معركة خضناها خلال السنوات الماضية هي إعادة بناء قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، وهي معركة انتهت وحسمت بانتصار الإرادة العراقية وسط تحديات ومصاعب كبيرة واستهداف مباشر لأفراد القوات المسلحة والشباب الراغبين في التطوع للدفاع عن العراق. وذهب على هذا الطريق آلاف الشهداء بعمليات إجرامية نفذتها بقايا النظام وقوى الإرهاب والتكفير، وستبقى المواقف المحرضة على استهداف أبناء قواتنا المسلحة والفتاوى الضالة وصمة عار في جباه أصحابها وكل من أيدها بالقول أو الفعل. ولن ينسى الشعب العراقي المواقف المشينة لهؤلاء الذين تلطخت أيديهم بدماء المدافعين عن أمن العراق وشعبه وسيادته واستقلاله، وما حمله التشكيك بقدرة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية إلا صفحة من صفحات استهدافها لإضعاف الثقة بها ومنعها من ملء الفراغ الذي ستتركه القوات الأمريكية بعد الانسحاب. لكننا واثقون من فشل هذه الحملة كما فشلت أخواتها السابقات في إطار الحملة المضادة لإعادة بناء القوات المسلحة. ونذكر أبناء شعبنا ومحبي العراق بأن التشكيك بقدرات قواتنا المسلحة أصبح ومع الأسف الشديد نهجاً مألوفاً لدى بعض الجهات، على الرغم من النجاحات الكبيرة التي حققتها على مدى السنوات الماضية. فقد واجهت عملية الانسحاب من المدن والقرى والقصبات في عام 2009 حملات التشكيك والاتهام ومحاولة التقليل من أهميتها، حين تحدث البعض عن أن القوات الأجنبية باقية لمئات السنين. وتجددت الحملة في عام 2010
In 2010, the same campaign was relaunched again with the end of the combat operation. And some people, they said this is a redeployment of the forces. And we reemphasize during the speech to the people that all these doubts attempts will fail as a result of the joint commitment and mutual trust. We promise you that we are committed to implement the final withdrawal of the Iraqi land by the end of 2011. And we fulfilled our promises with the help of God and the support of the people. And based on this occasion, I call upon all the political powers and the religious scholars and the tribal people and the agricultural education people and artists to stand side by side with our security forces and our political process during this critical phase that we are going through to provide it with all kinds of support and help.